Leçon en français par Monsieur Mohamed Saïd. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zayekoum mes chabab, comment ça va mes élèves? Je vous souhaite être en pensant. أتمنى تكونوا في حال كويس وفي صحة جيدة. النهاردة هنتكلم عن شرح مبسط كده للصف الثاني الثانوي، وهيكون عن الوحدة الثانية. هنبدأ نتكلم في عنوانية Unité D Le club des photographes، نادي التصوير، صور. وفي الشرح بتاع النهاردة هنتكلم على الصفحة الافتتاحية Le double page ouverture، والصفحة الافتتاحية زي ما احنا متعودين دايما كل وحدة بيكون عندنا صفحتين قصاد بعض، بيبدأوا يعرفونا على الوحدة هنتكلم فيها عن ايه، ودايما بتبتدي بشخص بيعرف نفسه زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنبدأ نعرف الشخص ده. Je m'appelle Romain. J'ai 6 ans. J'aime la photographie et la géographie. Je n'aime pas, أنا لا أحب, les vies et rouges. طبعا الشاب ده بيعرفنا بنفسه، بيقول أنا اسمي رومان، عندي 16 سنة، أنا بحب التصوير والجغرافيا، وما بحبش الشتاء واللون الأحمر. وزي ما احنا عارفين دايما بيكون في أسئلة على الصفحة الأولانية زي ما احنا شايفين كده. نركز فيها، سيبكوا 5 ثواني تركزوا فيها، وهنبدأ نسأل مجموعة من الأسئلة على الصفحتين دول. يلا نبدأ. Observez les engagements que vous choisissez la bonne réponse. لاحظ الصور واختار الإجابة الصحيحة. Selon l'encart, les petits garçons portent. Bravo. زي ما انت فكرت كده. هنا السؤال بيقول حسب الصور الولد الصغير بيحمل طبعا un appareil photo، جهاز تصوير. Bravo. Sur la photo 2 on trouve. زي ما برضو ما عجبته صح كده. على الصورة التانية هنلاقي إن جغني، إن جغني الضفدان. غمو آ، غمو عنده برضو زي ما انت قلته. سيزون، سيزون. Selon l'encart, Romain. حسب الصور رومان بالضبط زي ما انتوا قلتوا برضو. اكسبريمي سي غوتي، بيعبر عن ميوله. سي لا فان دو نوتر كور، دي نهاية الجزئية بتاعتنا النهاردة وحصتنا النهاردة. اشوفكم على خير. اوغوفوار اي بون شانس.